بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ قراءة الرسالة القشيرية ونكملها للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وما زلنا مع بعض الأعلام الذين ذكرهم في أول الرسالة، نفعنا الله بهم وبأسرارهم. أبو السري منصور بن عمار. الفاتحة لروحه ولأرواح جميع علماء المسلمين وأولياء الله الصالحين وآل بيت نبينا ووالدينا وكل من له حق علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. سيدنا منصور بن عمار من أهل مرو، من قرية يقال لها يارنقان، هي أسماء غير عربية يعني. وقيل إنه من بوشنج، أقام بالبصرة ومات في بغداد سنة 225 هجرية تقريبا، وكان من الواعظين الأكابر. يقول في الهامش: كتب إليه بشر المريسي: ما قولك في القرآن؟ أمخلوق أم لا؟ لأن كانت في الفترة دي انتشرت بدعة الكلام في خلق القرآن من عدمه، هي بدعة سواء تكلمت فيها أو ما تكلمتش، هي أصلا بدعة. حتى الإمام أحمد بن حنبل لم يحرج جوابا فيه، الإمام أحمد بن حنبل سجن ولم يجب جوابا، قال: ائتوني بآية من كتاب الله فيها يعني ما يدل على أن السؤال ده له إجابة أصلا، يعني المفروض ما كانش يجي في بال المسلمين. لكن المعتزلة هم الذين أثاروا هذه المسألة وكانوا مسيطرين على الحكم من خلال الخلفاء، وهم اللي أثاروا هذه الفتنة. زي الوقت كده، أنت بتصلي في مسجد فيه قبر ولا لأ؟ يبتدي يقيمك، واخد بالك؟ زي قضية المسجد اللي فيه قبر والتوسل اللي عملوها لنا الوهابية في هذا الزمان. كانت أيامهم هم قضية خلق القرآن، هي دي اللي بيميزوا بيها ده بقى ماشي على الصراط المستقيم ولا لأ. لو كنت أنت ما بتتوسلش وما بتزورش الأولياء تبقى أنت عندهم على الجادة السوية، واخد بالك؟ وإلا تبقى مشكلة. فهم برضو بيحبوا يختبروا العلماء، زي ما بتيجي تبص اي واحد يقعد كده في درس يسال الشيخ: ايه راي فضيلتك في الصلاه اللي في مسجد فيه قبر؟ هو عايز اجابه معينه، لو الشيخ ما قالهالوش مش هيحضر له تاني، وهو ما بيحضرلوش انا بيريح، واخد بالك؟ فنفس القصه. فهم سالوا الشيخ سيدنا منصور بن عمار، لان دي القضيه اللي كانت على الساحه في هذا العصر: القران أمخلوق هو ام لا؟ فشوف اجابته بقى النورانية. فكتب اليه: اما بعد، عافانا الله واياك من كل فتنة، فان يفعل فاعظم بها من نعمة، والا فهو الهلكة. اعلم ان الكلام في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس له، والله تعالى الخالق وما دون الله مخلوق، والقرآن كلام الله، وانتهي إلى أسمائه التي سماه الله بها تكن من المهتدين، ولا تبتدع في القرآن من قبلك اسما تكن من الضالين، وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إجابة جميلة، طلع من الفتنة بعيد عن أي كلام. وقال منصور بن عمار: من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته في دينه. من سخط يعني على شيء قدره الله عليه او على غيره، يبقى تحولت هذه المصيبة من مصيبة في الدنيا الى مصيبة في دينه هو، لانه اعترض على القدر. يبقى الجزع والسخط والدجر يحول مصيبة الدنيا إلى مصيبة في الدين، ومصيبة الدنيا هو أن مصيبة الدين، فالأحسن ما تسخطش بقى،
خليها في الدنيا بس، ما تبقاش في الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، يعني دعاء الانسان بيدعوه. وعشان كده عليك ان تتلقى الاقدار، ان لم تتلقاها بالرضا فتلقاها بالصبر الجميل اللي هو الذي لا شكوى معه. لان اولا الانسان يتلقاها بالصبر لانه ما عندوش كشف للحقائق وليس عنده معرفة بالله. فالانسان اهل البدايات يتلقون المصائب بالصبر فيفوزوا. عجبا لامر المؤمن، امره كله خير، ان اصابته سراء شكر وكان له الجنة، وان اصابته ضراء صبر. يبقى النبي يتكلم على المستوى الاول للمؤمن، يبقى يصبر لانه تجرع مرارة المصيبة. اما اذا ارتقى وكان من الابرار فانه لا يشعر بمرارة المصيبة، يشعر انها كالماء لا طعم لها فيرضى به، لان الانسان يصبر على المر. لكن ان كانت ليست مرة تبقى هي قدام الناس شايفينها مرة، لكن هو لانه نظر لها من ان الله هو الذي قدرها فلم يستشعر بمرارتها ولم يستشعر ايضا بحلاوتها فرضي عنه. فان ارتقى يستشعر بحلاوتها. حتى الناس يقول لك ايه ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، مش الناس يقولوا كده؟ فاذا كان الله صار حبيبا فيصير كل اقداره حلوة، يبقى حاجة اسمها مقام المحبة. يبقى تمر اولا بمقام الصبر ثم الرضا ثم المحبة، فدي كلها مقامات. اهل البدايات اهل الاسلام والايمان مطلوب منهم الصبر، واهل مقام بدايات الاحسان مطلوب منهم الرضا، واهل التجليات ومقام المشاهدة والمعرفة مطلوب منهم المحبة، يتلقوا الأشياء بالحب. وعشان كده يقول من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته في دينه، يبقى غير قانع بقى. إن كان مقدر عليه في رزقه أو عافيته أو علمه أو شيء من هذا فيبقى غير قانع، يبقى وغير قانع ده معناه مش راضي بقسمة الله عز وجل. يبقى تحول الأمر من مصيبة في الدنيا إلى مصيبة في الدين، في حين أنه هو لو قنع ورضي تحول النقص اللي فيه إلى كمال، فتتحول المحنة إلى منحة. والعجيب أن محنة ومنحة نفس الحروف، أنت اللي هترتبهم بتلقيك ليه. إذا تلقيتها بالصبر وإن كنت من أهل البدايات تحولت المحنة إلى منحة فله الجنة، وإذا تلقيتها بالرضا لك جنة الصفات، وإذا تلقتها بالمحبة لك جنة الذات. يبقى في جنة الأفعال اللي هي جنة المأوى، وفي جنة الصفات، وفي جنة الذات، وكل يسعى إلى الجنة اللي هي يستشعرها. وجنة الصفات وجنة الذات ليست محصورة لأهل الآخرة، بل يستشعرها العارفون وهم في الدنيا. وقال منصور بن عمار: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار. يبقى العبودية تقتضي التواضع. أحسن لباس للعبد اللي هو ما يستر عبوديته. يستر عبوديته بإيه؟ ما هو اللباس يستر، فيستر عورات عبوديته بالتواضع، لأن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وتجلى عليه بصفات كثيرة، كلما كان حاله عالي كثرت تجليات الصفات فيه، فكملت تجليات الصفات والذات في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الإنسان الأكمل، وتفرقت في غيره هذه التجليات. فهذه التجليات إن رآها الإنسان وهو في دار الفناء نسبها إلى نفسه صار ربا، يستشعر أنه رب، يقوم ينخلع عنه صفات العبودية ويجي له كبر، يستشعر بالكبر.
يقول لك انا بس انا اللي فاهم وانا اللي اقدر وانا اللي عايز وانا اللي عندي قدرة الاختيار وانا اللي افهم وغيري ما يفهمش، ويكون عنده اعتزاز بنفسه وحب تملك وحب الظهور وحب القهر. كل هذه صفات ربوبية جعلها الله سبحانه وتعالى كامنة في الانسان، وتظهر بمراتب مختلفة في كل انسان على احوال مختلفة، وكل مخلوق كذلك. فالله سبحانه وتعالى بصفاته يظهر في الأكوان هذه الصفات أثرها على مراتب. ففي أقل شيء في الأكوان الجماد له مرتبة ظهور، وهو الوجود، إنه موجود، تجلى الله عليه بصفة الوجود فصار موجود، لكن لم يتجلى عليه بأكثر من هذه المرتبة، فتلاقيه يفضل كده وقاعد، تروح وتيجي تلاقيه زي ما هو، اتحرك اتكلم نطق قال حاجة ما يعرفش، لكنه موجود. مش موجود لولا ان تجلى الله بصفة الوجود عليه ما وجد ولم تره اصلا. يبقى كل ما في الاكوان ما هي الا تجليات للصفات، تتفاوت هذه التجليات وتتفاوت مراتبها على حسب درجة المخلوق، كلما علت درجته كلما زادت مراتب التجليات. فكان الانسان اعلى مرتبة في التجليات، وهي الامانة التي حملها الانسان، وكان ظلوم جهول. بعض الناس ظلومة لأنه لما ظهرت في هذه التجليات ظن أنه منه ففتن بنفسه، فقال أنا ربكم الأعلى، وأحيانا يقول على نفسه أنا رب نفسي، أنا اللي أدبر أحوال نفسي وأنا اللي أدبر أحوالي، فصار ربا لنفسه وليس ربا لغيره. فهناك من استشعرها استشعار زائد فصار ربا لنفسه ولغيره، استشعر هذا فغطى عورات وصفات العبودية بكمالات الربوبية وهو غير مستحق له، وهو غير مستحق له. فأفضل لباس تغطي به هذه الصفات والتجليات والمراتب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أثار صفاته فيك. فلولا تجليات العلم ما كنت عالم، ولولا تجليات صفة القدرة ما كنت قادرا، ولولا تجليات صفة الإرادة ما كنت مريدا، ولولا تجليات صفة الحياة ما كنت حي، ولولا تجليات الوجود ما كنت موجود، ولا تجليات السمع ما كنت سميع، وهكذا. فمراتب التجليات فيك كثيرة، فوجب عليك أن تغطيها كلها بلباس التواضع، أي تعلم أنها ليست منك ولكنها من الله، ليست صادرة منك أنت. وهذا هو الحال الذي يستشعر فيه الإنسان بالفرق والجمع في آن واحد، بالفرق والجمع في آن واحد، فينسب الأشياء إلى موجدها ويتعامل معها وهي مفرقة، فكأنه يتعامل مع واحد في الحقيقة كثير في الصورة، فيبقى يتعامل مع الأكوان على كثرتها في الظاهر، وقلبه يتعامل مع واحد هو الذي أوجدها سبحانه وتعالى، فيسموه إيه؟ البقاء والجمع، أو عين الجمع. وعشان كده يقول أحسن لباس العبد بعد كثرة مراتب التجليات فيه أن يستر هذه المراتب كلها بالتواضع، لعلمه أنها ليست ناشئة منه بل من الله، فينكسر له سبحانه ويستشعر احتياجه له. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، كان يقول لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقي، وهو محط تجليات الذات والصفات صلى الله عليه وسلم، لعلو مرتبة التجليات فيه. فكلما علت مرتبة التجليات في المخلوق كلما علت مرتبته، فأعلى المخلوقات هم الأنبياء، وأعلى الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من هذا كان أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. كان الناس لما تيجي تبص عليه فجأة لكثرة مراتب التجليات فيه يرتعد من شدة التجليات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لكمال التجليات. شيء عجيب. ها؟ من رآه بديئة هاب. فكان يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول هون عليك، ان ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، هون عليك.
صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن لباس العبد التواضع والانكسار إلى الله، التواضع مع الخلق والانكسار إلى الله، لا الانكسار للخلق، بل الافتقار يكون إلى الله والتواضع يكون مع الخلق، يجمع. يبقى هنا بقى إيه يسموه؟ الفرق والجمع، اجتمعت فيه مرتبة الفرق والجمع في آن واحد، فتعامل مع مراتب التجليات في الأكوان بالتواضع، وتعامل مع الله الذي هو مصدر هذه التجليات كلها بالانكسار إليه. وأحسن لباس العارفين الذين تجلت لهم هذه الأشياء فصارت موجودة عندهم يستشعرونها ويرونها بعين البصيرة في كل خطوة وفي كل نفس. ولباس العارفين التقوى، أي العمل والاجتهاد، أي العمل والاجتهاد، فلا ينظر إلى هذه المراتب التجليات أنه لا فعل له ولا إرادة بل هي من الله، بل يجتهد ويعلم أن اجتهاده من الله، فلا يجعله معرفته تخمد فيه إرادة العبادة وإرادة العمل والجد فيه. وهنا بقى عين الفرق والجمع في أن واحد، وده الكمال، وده الكمال، لأن في من الأولياء من يغلب عليهم الجمع فيفرط في الإيه؟ في العمل. وأشكر كثير من الناس اللي مش فاهمين المعاني دي يعترض على بعض الأولياء إن كان مقصرا في بعض الأعمال لأنه غلب عليه الجمع، غلب عليه الجمع أو غلب عليه الجذب، ففرط في إيه؟ في مظاهر التقوى في الخارج لأنه غلب عليه الجمع. ولكن الأكمل أن يجتمع عليك الفرق والجمع في آن واحد، الفرق مع مراتب التجليات والجمع بمعرفتك أنها من واحد سبحانه. فيكون أحسن لباس العارفين أنه يستر هذه المعرفة بالاجتهاد في الطاعة فيصير مع المبتدئين، يكون مع السالكين وهو من العارفين، فيستشعر أن نهاية الأمر هي مبتدأ ونهاية المطلوب هو أول المطلوب، وأفضل ما يتقرب العبد إلى ربه ما فرضه عليه. فيعرف كده فيوم يرجع تاني للفرائض، ولكن يرجعها بإيه؟ بزينة الأسرار وأنوار التجليات، فيستشعر أنه يفعلها بالله، أولا كان يفعلها لله ثم صار عائدا يفعلها بالله. وأحسن لباس العارفين التقوى، قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقيل إن سبب توبته أنه وجد في الطريق رقعة مكتوبا عليها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قطعة كده جلد، كان زمان يكتبه في الجلد، رقعة مكتوبا عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فرفعها حتى لا تطأ بالأقدام، فلم يجد لها موضعا، فقعد يتلفت حواليه يشوف يشيلها فين، حس إن هيحطها في أي حتة هتنتهي، فأكل فراح بلح. أنا ما بقولكش تاكل كل الجرايد اللي في الشارع، خد بالك، لا أحسن تمشي تاكل الجرايد على هيودوك سرايه المجانين، أنت حر. لكن أنا بقولك هو ده اللي حصل له، ربنا ألهمه هذا المعنى، فراح أكلها حتى يحفظها في أأمن مكان. وإن كان بالفقه يعني مش كده برضه، فقها مش كده، لكن الله سبحانه وتعالى جزاه بنيته. فرأى في المنام كأن قائلا قال له: فتح الله عليك باب الحكمة باحترامك لتلك الرقعة. نفس قصة ايه؟ سيدنا بشر الحافي. سيدنا بشر الحافي خد الرقعة دي اللي مكتوب عليها اسم الله وغسلها ونظفها وطيبها وشالها في مكان مرتفع في بيته، فقال: لأطيبن اسمك كما طيبت اسمك. ده فيها تنبيه على ايه؟ تنبيه على احترام كل مراتب الوجود، لان كل مراتب الوجود من الله، فعليك ان تحترم كل مراتب الوجود، لانك تتعامل مع الله لا بذاته ولكن بصفاته في اكوانه،
فكل مراتب الوجود هي تعامل مع الله سبحانه وتعالى لا مع الخلق، فتحترمها كلها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يجل النعمة وإن دقت، يجل النعمة وإن دقت، لأنها مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة من مراتب التجليات من الله عز وجل. فكان ليحقر شيء، يقول نعم الإدام الخلق، كان يأكل كثرات خبز وكان يقول أكرموا الخبز. وإحنا كنا نشوف أبائنا لما يمشي في الشارع يشوف حاجة يعني نبات أخضر مرمي في الشارع الناس بتدوس عليه يتضايق ويوطي كده وينظفه ويحطه جنب الحيطة، يقول عشان نعمة. يلاقي قطعة خبز مرمية الناس بيمرمينها كده بقايا سندوتش أو بقايا رغيف، يروح واخدها ومنظفها ويروح حاططها في حتة حتى لطوطه بالأقدام. تعلموا المعاني دي منين؟ تعلموها من أبائهم وأبائهم لحد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء الزمن بتاعنا بتاع البطر ده، وسط الواحد يرمي الحاجة ويدوس عليها وما يعجبوش، فقلت النعمة في أيدي الناس. بالرغم كثرة النعم موجودة إلا أنها قلت في أيدي الناس. ليه؟ من البطر. البطر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع كل مراتب الوجود مع تفاوتها، لأنها تتفاوت مراتب الوجود. تجد مراتب الوجود في الحيوان مثلا في صورة أدنى منها في الإنسان، ولو كان حتى مجنون، لكن الإنسان حتى هو مجنون أرقى من الحيوان. وبعدين تيجي مرتبة العقل بقى تزين الإنسان يبقى أعلى، تيجي مع مرتبة العقل العلم تزينه أعلى، مع مرتبة العلم العمل تزينه أعلى وأعلى، وهكذا يرتقي في مراتب الوجود حتى يصل إلى مرتبة الإنسان الكامل، فيكون أكمل ما في الأكوان. هو الإنسان الذي أسجد الله له ملائكته لأنه قابل للتجليات الكاملة، أما غيره فقابليته إلى التجليات محدودة. أما الإنسان قابليته للتجليات من الله قد تصل لدرجة الكمال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع. فيبقى الإنسان ده ربنا جعله عنده خامة عجيبة تتجلى فيها أثار الصفات كلها، وجعل لك سبحانه وتعالى في الأكوان ما يشبه أن تتصوره كالمرآة. المرآة كلما أثقلتها عكست الأشياء كما هي بالضبط فيه بغير تغير دون أن تحل الأشياء فيها. هل حلت الأشياء فيها؟ لم تحل فيها، ولكن تستطيع أن ترى الأشياء كلها في المرآة. فإن كانت كاملة الثقل وكاملة الاستواء تظهر الأشياء فيها على حقيقتها وعلى صورتها دون تغير، وكلما قل ثقلها وقل استواءها تظهر فيها مغبشة وغير واضحة. فكلما كان الإنسان أحواله مغبشة كانت التجليات فيه غير واضحة، فيقترب إلى حال الحيوان. وكلما كانت أحواله إلى الكمال كلما كان أكثر ثقالة فتظهر فيه أثار التجليات بوضوح. فتجد العارفين، وتجد فوق العارفين الأنبياء، وتجد فوق الأنبياء الرسل، وتجد فوق الرسل خمسة أولي عزم، وتجد فوق الخمسة أولي عزم أولهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فدي كلها مراتب للتجليات دون أن تحل الذات فيها سبحانه. الله سبحانه وتعالى ليس في الخلق شيء من الحق وليس في الحق شيء من الخلق، لازم تعرف كده، وإلا تظن أن معنى هذا الكلام فيه حلول، ولكن ليس فيه معنى الحلول أبدا. الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه لأن الخلق قائمون به وهو غير قائم به، ولا ينتقل ولا يحل في الأشياء، ولكن ما هي إلا آثار تجليات الذات والصفات كتجليات الصورة في المرآة دون أن تحل الشيء فيه. هل أنت دخلت جوه المرآة؟ لكن بتظهر في المرآة ولا ما بتظهرش؟ كلما كانت المرآة مثقولة كلما ظهرت صورتك على حقيقتها فيها، وكلما كانت المرآة مثقولة كلما ظهرت بغير تغبيش وبغير إخفاء وبغير خفاء. وكلما كثرت الأنوار كثرت الظهور، وهكذا. فالإنسان جعله الله سبحانه وتعالى مرآة للتجليات، جعله مرآة للتجليات، وأعطاه الشريعة وأعطاه آداب الطريقة
حتى يثقل نفسه في الظاهر والباطن بالشريعة والطريقة، حتى يصير بعد ذلك مرآة كاملة للتجليات، فيكمل من الرجال كثير ويكمل من النساء أقل. هكذا. فتفهم الحتة دي، لأن دي مهمة هتخليك تفهم كلام العلماء لما يجي يقول إيه؟ ما في الأكوان إلا الله، فتظن أن الصوفية بيقولوا أن الله حل في الأكوان، أبدا. لأن الأكوان ما هي إلا مرآة للتجليات مع مراتبها المختلفة، فكل ما في الأكوان له قدرة على ظهور مرتبة من المراتب، فمنها ما يظهر فيه مرتبة واحدة، ومنها ما يظهر فيه مرتبتين، ومنها ما يظهر فيه ثلاث مراتب، منها أربع مراتب. ولكن الإنسان المخلوق الوحيد الذي عنده الاستعداد لأن تظهر فيه كل مراتب التجليات، إذا أثقل نفسه بالشريعة في الظاهر وبالطريقة في الباطن، ثم راقب الله في كل ذلك، فصار بعد ذلك يعبد الله كأنه يراه. فهمت ازاي؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان عليه أن يشوف الرقعة الجلد دي فيها مرتبة واحدة من مراتب التجليات وهو الوجود، صح كده؟ لولا الوجود ما كانتش ظهرت ولا شفتها ولا لمستها، لولا أن الله تجلى علي بمرتبة واحدة من تجلياته سبحانه وتعالى، وهي مرتبة الوجود، فوجدت ثم تجلى عليها بصفة زائدة وهي ظهور اسمه فيها، لا عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فترجح عنده تكرمها تكريما زائدا عن بقية مراتب الجمادات لارتقائها إلى مرتبة أعلى وهي ظهور اسم الله فيها، وإن كان كل مراتب الوجود اسم الله فيها كامن، ولكن هذه ظهر فيها اسم الله فاحترمها. فدل على أن الإنسان يحترم كل المخلوقات، وتجد سيدنا رسول الله أمر بالرفق في كل شيء هكذا لكمال نظرته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فيكون الإنسان وهو أعلى مراتب التجليات هو أولى الموجودات بالاحترام، فتحترم الإنسان مطلقا، وتحترم المؤمن من الناس أكثر، وتحترم الصالح من المؤمنين أكثر وأكثر، وتحترم العارف من الصالحين أكثر وأكثر، وتحترم الأنبياء أكثر وأكثر، حتى تصل إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أولى بك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. هذه كلها مراتب تجليات ومراتب احترام لكل الموجودات، لأنك نظرت أنها ما هي إلا مراتب لتجليات الله فيها، فتحترم كل شيء. ما فيش حاجة اسمها قطة روح ضربها كده، مش الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان، وقال في كل رطب، في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. وجاءت إليه الظبية تشتكي له صلى الله عليه وسلم إن في واحد من الصحابة صادها وتركت بنتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره إنه يترك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفق حتى بالطائر، ويرفق حتى بالجمادات، ويرفق حتى بالحيوان وبكل الأشياء، حتى السيف نفسه كان يسميه اسم، حتى كوب النبي اللي يشرب منه يسميه اسم، كل حاجة كان يسميها أسماء، حتى نعل النبي كان يسميه أسماء عشان يعرف ده ويعرف ده ويعرف ده، وهكذا. فكان يحترم الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعامل مع الأكوان تعامل عالي راقي، ليس بالتعامل الذي فيه القهر، بل كان يتعامل معها، فكانت فيه مرتبة الفرق والجمع على أكمل ما يكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي معنى الإنسان الكامل، هو ده معنى الإنسان الكامل، لكمال تجليات مراتب الذات والصفات فيه. فتجلت الصفات كاملة دون الذات في سائر الأنبياء، وتجلت الذات والصفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار إماما للأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الحروف العربية دي مرتبة من مراتب الوجود ظهر بها كلام الله، يبقى كل اللغة العربية تحترم. وعشان كده العلماء يقول لك الحروف الهجائية العربية كلها محترمة. ليه محترمة؟ لأنها مرتبة من مراتب الظهور ظهر فيها
كلام الله ولو لها ما ظهر كلام الله. فاحترموا اللغة العربية بالذات عن بقية الحروف الأخرى، وإن كان كل يحترم ولكن اللغة العربية تحترم أكثر لأنها زادت مرتبة عن بقية اللغات، أنها كانت محل لظهور كلام الله فيه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت أبا العباس القاص يقول، سمعت أبا الحسن الشعراني يقول، رأيت منصور بن عمار في المنام. فقلت له: خد بالك أن الصوفية عندهم يستدلون بالشرع كما يستدل علماء الشريعة، بالقرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة على الخلاف اللي فيه. كويس، ده في الشرع. طيب وفي الحقيقة والطريقة يستدلون بالإلهام والمنام، يزيد عليهم الإلهام والمنام، بس بشرط أن يأخذ منهم شاهدي عدل من الكتاب والسنة، بهذا الشرط. يعني لا تأخذ الإلهام مطلقا إلا بعدما يوافقه القرآن والسنة فتأخذه دليل، وكذلك المنام لا تأخذه دليل إلا إذا وافق القرآن والسنة. يبقى لكن غير الصوفية ما يعتبروش الإلهام ولا المنام لاحتمال الخلط فيه، لكن الصوفية أمنوا الخلط بإقامة شاهدي عدل من الكتاب والسنة. فلا الإلهام مطلقا يؤخذ به ولا الرؤية مطلقا يؤخذ بها، ولكن يؤخذ بها بعد عرضها على الكتاب والسنة، فإن وافقت تكلم بها واعمل بها، وإن خالفت لا تتكلم ولا تعمل. واضح؟ وعشان كده هم كتير يستدلون في كتبهم بالمنام والإلهام وسمعت هاتف، تقرا الحاجات دي كلها في كتب الصوفية. لكن الجماعة التانيين الوهابيين ما يعترفوش بمثل هذه الأشياء، كتابهم خالية تمام الخلو من مثل هذه الأشياء، لا يعترفون به، لأنهم وقفوا مع مرتبة من مراتب التجليات وهي مرتبة الظاهر، ولم يرتقوا إلى الباطن، فالله هو الظاهر والباطن، فله تجليات ظاهرة وله تجليات باطنة سبحانه وتعالى. بالنسبة للأذان فبيقول رأيته في المنام. أيوة، ما هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قيدها ووافق عليها. نعم، وتوافق المعنى. خلاص، ما احنا خلاص ما احنا بنقولش حاجة. ايوه، احنا ما بنقولش حاجة، احنا ما عندناش اعتراض، احنا بنرد على المعترض. ما انا برد على المعترض، بقول احنا بنقول ان اصل في بعض الصوفية برضو دراويش. يعني ايه دراويش؟ يعني مقلقين، واخد بالك؟ ومش مقلقين وبس، مش عايزين اولا عنده نقص في العلم، وده السبب. الصوفية اتيت من قبل هؤلاء لعلمك، يعني الصوفية اتحاربت اساسا من قبل الجهلة منهم اللي هم يغلب عليهم الجهل، فقدموا المنامات والرؤى والحاجات والالهامات على الشرع لانهم جهلوا بالشرع، فجعلوها هي الاساس، لدرجة ان بعضهم ترك العمل عشان جاله الهام، قال له خلاص انت وصلت بقى تصلي ليه، فترك العمل فمشي مع الالهام، وكان الالهام ده شيطاني. خدت بالك ازاي؟ ادي المشكله. ما هو الشرع هيميز بين الالهام الشيطاني. سيدنا ابن عربي في الفتوحات المكيه فعامل باب مخصوص في ان الالهام دليل من ادله تصحيح الحديث، حديث النبي، او كل المحدثين ما يوافقوش عليه، ما يوافقوش عليه. يجي لك حديث كده عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي، وتيجي تبحث عن طريقة ثبوته تجد انها ضعيفة، يوم يجي للولي الهام انه قوي، يوم يعتبر ان الالهام مقوي لهذا. كل علماء الحديث ما وافقوش عليها. ليه؟ قالوا لان الالهام قد يخطئ، الالهام قد يخطئ. انت راجل قاضي وعرضت عليك قضية، وكل القرائن تدين هذا الانسان المتهم، كل القرائن، الشهود والادلة وكل حاجة ظاهرة، ويأتيك إلهام أو منام أنه بريء، تحكم بالإلهام ولا بالقرائن؟ بالقرائن. بس هي دي المسألة بقى. يبقى تحكم بالقرائن. واضح؟ أدي المسألة. فعلشان كده الإلهام يقبل الخطأ والصواب، لكن قد يتقوى عندك أنت
ان الحديث ده اللي العلماء كلهم قالوا عليه ضعيف انت شايفه قوي بالهام او بمنام او شيء من هذا، لا تلزم به الامة. في فرق، ما تلزمش الامة بيه، الزم نفسك انت بيه بس خلاص. لكن هيفضل هذا الخبر عند الامة كلها ضعيف، وعندك انت قوي، مالناش دعوة، مش هنخش معك نتخانق معك، يا سيدي اعمل بيه. فهمت المسألة بقى؟ لكن الخلاف ان الزم انا الناس، ما حدش قال الزم الناس. فاللي خلفه ابن عربي خلفوه ظنوا منه ان هو عايز يلزم الناس بإلهاماته، هو ما قالش ان انا بلزم الناس بإلهاماته ولا في كلامه قال كده، فتقولوا عليه ما لم يقله فاعترضوا عليه. ولكن هي المسألة كلها ما قد يكون انت تشوف رؤية معينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، شفته وألزمك بعمل معين اعمله، هتقوم تعمله ولا مش هتعمله؟ طبعا. إذا كان العمل ده يوافق الشرع قوم اعمله، وإذا كان يخالف الشرع تعمله؟ لا ما تعملوش. زي إيه؟ القاضي هيصبح الصبح يقعد في المحكمة يقول حكمت المحكمة بإقامة الحد على فلان، يجي له سيدنا رسول الله في الرؤيا يقول له لا بريء، يقوم يصحى الصبح يقول حكمت المحكمة ببراءة المتهم؟ لا ما ينفعش. يقول اصل سيدنا رسول الله، يبقى سيدنا رسول الله بيقول لك انه بريء في الحقيقة مدان بالشريعة، وانت في الظاهر مطالب بالشريعة. فهمت ازاي؟ ايوه. ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من اخيه فاقضي له بها وتكون قطعة من النار، مش كده برضه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالشريعة ولا يقضي بالايه؟ بالحقيقة، فتكون الرؤية من باب الحقيقة ويكون انت مطالب بتنفيذ الشريعة. فلما دخل الصوفية بعض المتصوفة في الخلافات دي عملوا مشاكل خلوا الناس تكرههم، خدت بالك؟ زي انما المسألة كلها علشان كده علماء الصوفية العالمين منه اللي عندهم علم بالشريعة ما حدش اعترض عليهم ابدا. الجنيد حد اعترض عليه؟ عبد القادر الجيلاني حد اعترض عليه؟ ابدا، لانه كان علماء بالمذاهب وكان علماء بالشريعة، فقيدوا إلهاماتهم وقيدوا مراتب التجليات التي حدثت في قلوبهم، فأظهروا ما تظهره الشريعة وأبطنوا ما تأمر الحقيقة بإبطانه. كذلك عمل سيدنا أبو هريرة كده، قال أخذت من رسول الله قرابين، بسست لكم قراب، أما الآخر فدونه هذه. يبقى سيدنا أبو هريرة كلمنا بقراب الشريعة، أما قراب الحقيقة عن النبي الذي أخذه منه ما رضاش يتكلم. ليه؟ لانه غير مطالب ان يتعبد الناس بالحقيقه، الناس متعبدون بالشريعه، فلو كان كلمهم بالحقيقه لظنوا انه يريد ان يتعبدهم بها، وقد تخالف الشريعه في احوال وهي في الحقيقه لا تخالف، ولكن في الظاهر فقط، خلاف في الظاهر، فيختلف ويلتبس الامر على الناس، ولذا سكت ما رضاش يتكلم. فهمت؟ فالمساله لازم يكون عندك كمال بمعرفة الشريعة، فعند تجليات الحقيقة في باطنك عليك أن تعرض ما حدث من تجليات، إن كان مطابقا للشريعة فتكلم به، وإلا فادفنه فيه ولا تتكلم به. وأنت غير مطالب بتبليغه للناس، غير مطالب أصلا بتبليغه للناس. رأيت منصور بن عمار في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ فقال قال لي أنت منصور ابن عمار؟ يعني ربنا قال له أنت منصور ابن عمار؟ فقلت بلى يا ربي. قال أنت الذي كنت تزهد الناس في الدنيا وترغب فيها؟ ما هو بيعمل ما احنا نعمل ايه؟ طيب أنت الذي كنت تزهد الناس في الدنيا وترغب فيها؟ قلت قد كان ذلك يا ربي، ولكني ما اتخذت مجلسا إلا بدأت بالثناء عليك، وثنيت بالصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم، وثلثت بالنصيحة لعبادك. فقال صدق. هو كان بيعمل كده بس قلبه معلق بالدنيا، لكن لصدق انه كان بيعمل كده لله، ضعوا له كرسيا يمجدني في سمائي بين ملائكتي كما كان يمجدني في أرضي بين عبادي. يبقى ربك سبحانه وتعالى يعامل العبد بما سبق له من سابقة السعادة، حتى ولو كان عمله لا يؤهله. فيبقى ربك في الآخرة يعاملك بالحقيقة بعد ميزان الشريعة سبحانه.
يزن بالشريعة أولا ثم يمن عليك بالفضل الواسع الذي لا يعلمه إلا هو، لكن أولا يزنك بميزان الشريعة عشان يعرفك أنك أنت ولا حاجة، تقوم تستشعر فضل الله عليك. ولا يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمدنا الله برحمته، لأن في الحقيقة لا عمل للإنسان ما هي إلا مراتب تجليات ظهرت على جوارحه. فإذا كانت مراتب تجليات ظهرت على جوارحه فالفاعل هو الله، ولكن سبحانه وتعالى وفقك باختيار الفعل فنسب إليك اكتسابا وكان من الله خلقا وإيجادا. ازاي الحكاية دي؟ الناس مش متصوراها. كنا مرة سيدنا الحافظ التجاني رحمه الله كنا بنسأله في الحتة دي، يعني ايه ان الانسان علاقته بالعمل اللي بيعمله ده انه ما بيوجدوش لكن مجرد انه يكتسبه، فما الفرق بين الاكتساب والخلق؟ ايه الفرق بين الاكتساب الشيء وخلق الشيء نفسه؟ فهمت ازاي؟ ما هي اصلها ملتبسه، ده جايه متقارنه مع بعض. انت مجرد انك تريد الشيء تكتسبه ربك يخلق الفعل معاه، فتظن انك انت خلقت الفعل، مش كده؟ برضه في الظاهر ملتبسه. اهل السنه المعتزله وقعوا فيها وقعه شديده لما التبست عندهم، قالوا الانسان يخلق افعاله، قال الانسان يخلق افعاله، فكانوا قدريه، مش كده؟ برضه أهل السنة حلوا الإشكال بطريقة لكنها مش واضحة. قال لك تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وإلى العبد فعلا واكتسابا، مش كده برضو؟ فهو حب يمثلها لنا تمثيل ظريف علشان تفهمها. يقول لك أنت بتخلق ابنك اللي خلفته، طب ينسب إليك إيه؟ إنه ابنك وأنت لم تخلقه، فالعمل كالابن. مثلها ازاي؟ قال النفس انثى، كويس، والشيطان كالذكر، يتزاوجان يطلع منهم المعصيه. هما ما خلقوش المعصيه كما انت لم تخلق ابنك، لكن نسبت اليك اكتسابا ولم تنسب اليك خلقا وايجادا. فهمت الحته؟ تصورتها؟ شفت بقى كان مفتوح عليه ازاي سيدنا محمد الحافظ التجاني؟ يعني تصور كده المعصيه بتنبع ازاي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يعصى؟ معقول؟ طب وحد يقدر يعصى قهر؟ لا، ده هو بيخلق المعصيه وتنسب الى العبد اكتسابا والى الله خلقا وايجادا. فهمت ازاي؟ طب ازاي؟ فقال لك ايه؟ قال لك ان النفس كالأنثى والشيطان كالذكر، يتم عقد زواج بينهم يوم ينجب منها المعصية، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وإلى النفس فعلا واكتسابا، كما ينسب الأبناء إلى أمهم أو أبيه. فهمت؟ وهو لم يوجدهم ولم يخلقهم أصلا. فهمت بقى المسألة؟ حلوة الحتة دي، دي تحل لك إشكال كبير تصوري بس. يعني انت الاول كنت بتقوله بس انا عايزك تتصوره في الواقع، تتصور ان في فرق بين اكتساب الشيء وبين خلق الشيء. فهمت ازاي؟ انت ابنائك من كسبك، ولكن هل خلقتهم؟ لا، لم تخلق. انت المال الذي في يدك من كسبك، كسب حلال او حرام، لكن الله هو الذي يرزقك. فهمت ازاي؟ هكذا كل شيء. انت الصلاة التي تصليها من كسبك طاعة، ولكن من الله خلقا وايجادا. فهمت بقى المساله بقى؟ ومنهم سيدنا ابو صالح حمدون بن احمد بن عمار القصار. الفاتحه لروحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.
ابو صالح حمدون بن احمد بن عمار القصار نيسابوري، منه انتشر مذهب الملامتية. ده مذهب مات من زمان، اسلوب من اساليب التربية كان الملامتية. الملامتية من الملام، والملام من اللوم. ده كان مذهب تربوي زمان للوصول الى الله، وانشأه سيدنا حمدون ده. ها ما هي الملامتية؟ من الملام يعني. هو المذهب ده على فكرة خلاص ما بقاش موجود في التربية ولا الوصول الى الله. ليه؟ لانه هو كان يرى هذا المذهب ان الانسان للوصول الى الله عليه ان يرتكب من المباحات، من المباحات ما ينسب اليه اللوم حتى يسقط في نظر الناس اولا، ثم بعد ذلك يجتهد فيبقى كثر عنده شهوة الشهرة وشهوة حب الظهور، لان هو عند الناس ولا حاجة. ايه ده؟ خدت بالك؟ فيرتكب ما يجعله عند الناس مهان وعند الناس ملام، ولكن بشرط ان يرتكب من اشياء مباحة او مكروهة شرعا، ولا يرتكب المحرم. واضح؟ هدي لك مثال. يعني يبقى سمع الاذان بيد، احنا مش خدنا في الفقه ان الصلاة دي واجب موسع، يعني ممكن يصليها في اول الوقت، ممكن يصليها في وسط الوقت، ممكن يصليها في اخر الوقت، صح؟ يروح هو قاعد على القهوة والاذان شغال. ما انا هقول لك ليه بقى المذهب ده مات، لانه مخالف لاداب الشريعة الكاملة، ومراعاة كمال الشريعة اولى. فهمت ازاي؟ فالمذهب ده مات من زمان، لكن هم كانوا في بعض العلماء الاولياء وصلوا الى الله بهذه الطريقة، لان هو في بدايته بيعمل كده، لكن في نهايته ما بيعملش كده. ده في البداية بيقول لك تتعامل مع هذه الاشياء كالمريض يتعامل مع الدواء ليقتل نفسه اولا، يقصد بنفسه اللي هي الامارة بالسوء، ويقصد بنفسه اللي هي الهوى الذي يحجبه عن الله، يقتل هذه النفس اللي عايز يقتلها. خدت بالك؟ فبيقول لابد ان تقتل نفسك اولا بان تتناول السموم التي تقتلها، وهذه السموم التي تقتلها واخد بالك قد تكون في ظاهرها خلاف الاولى او مكروهة من الشرع، لكن للضرورة قتل النفس فالضرورات تبيح المحظورات، فالضرورات تبيح المحظورات. فهمت ازاي؟ فعنده المسألة كده، فيعمل ايه؟ يسمع الاذان، مش يقعد في بيته، لا يخرج يمشي في الشارع عشان يبين للناس انا هو ما بصليش اهو، واخد بالك؟ ولا بدخل الجامع ولا بعتب، وبعد ما الناس تصلي وتطلع وكله يروح يروح داخل كده من الباب الخلفي من المسجد ويتوضى ويصلي. قال كده يعني ايه؟ علشان يكثر يفعل ما يلام به شرعا. فهمت ازاي؟ ادي طريقه الحكايه. يقعد مثلا في القهوة، واخد بالك، شغال يقول ورد ويذكر ربه، والقهوة مشغلة شريط فيلم فيديو، هو قاعد مع الناس كله قاعد يتفرج على الفيلم، هو قاعد ايه؟ يقول ورده، هو قاعد يقول الورد بتاعه، فالناس معدية يقول لك شوف الراجل المخرف ده بعد ما شاب قاعد يتفرج مع الشبان على الافلام على القهوة، راجل مخرف. فهمت ازاي؟ وهو قاعد اساسا بيقول ورد بس في سره. ادي طريقة تربيتهم لنفسهم. علشان كده على فكرة انت تحترم كل المسلمين لحسن يكون منهم. كان في واحد زمان اسمه مراد بيه، سمعت عنه؟ عارف مراد بيه؟ لا غير المماليك يا عم. مراد بيه ده كان راجل مصري، راجل مصري طيب، واخد بالك، في اول هذا القرن. مراد بيه ده كان ايام ما كان شارع عماد الدين ده كله كباريهات، كان يعمل ايه؟ يروح بعد ما يصلي العشاء في سيدنا الحسين هنا، يروح يسهر في كباريهات شارع الهرم، وشارع كان شارع الهرم بقى كان شارع عماد الدين ساعتها، يروح في الكباريه ده يروح قاعد ياخد له ايه ترابيزه كده في ركن بعيد ويروح قاعد، وبعدين يلاقي اتنين ثلاثه قاعدين كده، يروح كل يوم كل يوم لدرجه انه يبقى معروف الراجل الجرسون عارفه، اتفضل يا مراد بيه، اهلا، ويقعدوا
وبعدين يروح ايه يلاقي واحد قاعد كده هناك لوحده، يروح قايل الجرسون نزل له عشاء على حسابه، يقوم ينزل له عشاء على حسابه، يقول له على حساب مربينا. الراجل يروح قايم قاعد مع مربي، ما هو بيعمل له ضيافه، يقوم يقول له طب قابلني بقى بكره انا عايزك، ويقعد يكلمه في اي حاجه في اي مواضيع في الدنيا، مره في مره يعمل صداقه معاه، وبعدين في الاخر لما يحبه قوي يقوم يقول له يغيب عنه ثلاث اربع ايام علشان يشتاق له. ده كان مربي بيعمل الشغلانه، كان ولي، كان ولي كبير، لكنه كان بيستدلك الناس الفاقدين من وسط الخمارات يحولهم لاولياء بالطريقه دي. المهم يروح غايب ثلاث اربع ايام، الراجل الثاني ايه اشتاق له حبه، ما هو راجل حبوب بقى، وبعدين ايه يروح ظاهر له تاني، يقول له انت غبت ليه؟ قال له اصل انا كنت مشغول. انت بقول لك انت عايز تقابلني؟ قابلني بكره في سيدنا الحسين بعد العصر، هكون انا هناك. الراجل عمره بقى ما دخل جامع، ده راجل طول عمره رد خمارات خمرجي. لكن الراجل المربي دخل قلبه حبه، يبتدي يروح رايح مقابله عند سيدنا، ولا يقول له صلي ولا توضى ولا بيقول له حاجه خالص، هو بس يجيبه يا عبد يقعد عند سيدنا الحسين، يدخل المربي يسلم عليه ويروح يقعد يصلي ويجيب المصحف يقعد يقرا شويه. الراجل مره في مره يتعود يقابله مره في مره، يبتدي عايز يبقى زي مربي، يبتدي بقى يصلي، يبتدي يسوق، يبتدي يدي له الورد ويدي له السبحه ويدي له بتاع ويحرم يروح الخمار، ويبقى يقابله في سيدنا الحسين بعد العصر، ويروح هو الخماره بالليل تاني بعد عشان يجيب واحد تاني. ده كان شغل سيدنا مربي ده، واخد بالك؟ دي طريقه بعض الاولياء في التربيه، مش يروح بقى يدور على الناس اللي بتروح الجامع، ده بيدور على الفاقدين خالص، واخد بالك؟ يجيبهم. فده نوع من الناس. اهو انت لو دخلت الخماره ومربي قاعد، واخد بالك ازاي؟ وقاعد يكلم الراجل، هتقول عليه ده ولي؟ هتقول عليه ده راجل ايه؟ ده سكير عربيد. المقصد يا سيدي انك انت لا تسيء الظن بالناس، تحسن الظن بالناس كلها، واخد بالك ازاي؟ حتى ولو في ظاهرهم في معصيه. ليه؟ لانه ممكن يكون هو في المعصيه دلوقتي، لكن ربنا هيتوب عليه بعد فتره ويخليه احسن منك. فانت المسلم في حال المعصيه تشفق عليه وتستره وتنصحه، مش تتكبر عليه وتشتمه، لا، يبقى عندك شفقه ونصيحه. فالحكاية دي كلها بتعرفها منين؟ بتعرفها ان كل الاكوان دي ما هي الا مراتب تجليات لله عز وجل في الاكوان كلها، فتحترم كل الاكوان، وتجد ان الانسان العاصي ده لا يخلق افعال، وده مسكين، لكن تنسب اليه اكتسابا لان نفسه امارة. طيب ما تقويه على نفسه دي، وعرفه سوء نفسه حتى تثقل، زي انت لما تلاقي مراية مصدية في الشارع تاخدها انت وتجليها تبقى مرايه كامله، ايه الحلاوه دي؟ هو ده اللي كانوا بيعملوه، يلاقوا كل الناس مرايات مصديه لا يظهر فيها اثار التجليات بوضوح، يفضل يجليها ويثقلها باداب الشريعه حتى تظهر فيها اثار التجليات، فتلاقي كله منور بعد ما كان كله مضلم. خدت بالك؟ فدول الملامسية بقى يا سيدي، أو كان سيدنا مربي ده بقى كان من الملامسية في هذا العصر في الأول خالص، سمعنا عنه من مشايخنا، أنا ما شفتوش أنا، ده بيقول لك في أول هذا القرن، يعني سنة 1910 1920 في الحدود دي، في الفترة دي. وبعدين مات الراجل وما نعرفوش، ولا ساب كتب ولا ساب تأليف ولا ساب حاجة، ده كان ليه كده داني ماشي بدنيا تانية. ويقول لك توب ناس كتير جدا، يعني لدرجة الحلقة بتاعته في سيدنا الحسين بعد العصر مجموعة كل اللي حواليه كانوا خامرجية وبقوا أولية. شوف قد إيه؟ جايبهم كلهم رد خمارات ورقصات. أمة النبي دي فيها ناس أكابر كتير، يوم القيامة هتتفرج كده تلاقيهم أنوار أنوار وشموس كلها بيلتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. منه انتشر مذهب الملامتية بنيسابور صاحب سالما الباروسي،
هي مكتوبة هنا سلما، هي سلما الباروسي وأبا تراب النخشبي، مات سنة 71 و200. سئل حمدون متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس يعني يعظهم، فقال إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله تعالى في علمه، يعني ربنا سبحانه وتعالى علمه وصار مفروض عليه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يبقى ربنا أمر كل من أوتي علما أن يبينه ولا يكتمه، يبقى صار فرضا عليه أن يعلم الناس. أو خاف هلاك إنسان في بدعة، أو خاف انتشار بدعة وهو يرجو أن ينجيه الله تعالى منها، بس بشرط أن يأمن حب الظهور والشهر. إذا أمن حب الظهور والشهرة يبقى خلاص يعظ الناس، لأنه فرض عليه أن يبين ما علمه وأن يبين للناس البدعة التي قد تهلكهم، زي بدعة الوهابية اللي هلكت الناس وحجبتهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأولياء، وحجبتهم عن حسن الظن بالمسلمين، خلتهم يعتقدوا أن المسلمين مشركين والمسلمين وحشين والمسلمين مش موحدين. مش دي كلها مساوئ، مساوئ وكبائر في القلوب تحجبهم عن الوصول إلى ثمرة عبادتهم، مع ان هم عباد وكويسين وتلاقيهم مواظبين على الصلاة، ما يفوتهمش الفرض الاول ولا تكبيرة الاحرام، ومواظبين ما فيش بعد كده كل حاجة يعملوها اخر جمال، لكن ايه اللي حجبهم عن حلاوة العبادة؟ اللي حجبهم عن حلاوة العبادة سوء ظنهم في الاولياء وسوء ظنهم في المسلمين، وبعضهم اللي واخد الحكاية من بابها انه جسم الله عز وجل فلم ينزله حق التنزيه، وأنه ظن في النبي أنه مات ولا ينتفع به بعد وفاته، فحرم نفسه من باب واسع من أبواب الوصول، واعتمد على نفسه، يقول لك اجتهد بس، أنت اجتهد أنت بس واعمل أنت بس، أنت مطلوب أنك تعمل، فصار معتمدا على نفسه وعلى عمله غير معتمد على ربه، فوكله الله إلى ما اعتمد عليه، فوكله إلى فقر وعوز وحاجة، فهم؟ وعشان كده تجده مسكين منهك في العبادة سنوات طويلة ولم تظهر عليه أنوار الاتباع، وتجد غير واحد بسيط عباداته بسيطة تلاقيه منور، مع أنه ده حافظ القرآن كله، يمكن لا يحسن قراءة سور جزء عام، لكن تلاقي ده منور والتاني مش منور، حافظ القرآن إيه ما يغلطش. ليه؟ لأنه عنده معاصي في القلب كبيرة، هي سوء الظن بالمسلمين، اتهمهم بأنهم مشركين، سوء الظن بأولياء الله، ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، هي دي مش قليلة، وقد تكون الحرب في الباطن، إن يحرم ثمرة عبادته وطاعته، فدي مش حاجة تهلكهم، يبقى مطلوب إنك أنت تاخد بإيد الناس تعلمهم وتخرجهم من الأزمة اللي هم فيها وتظهر لهم، مش يجي يقول لك كل واحد يجي يلومني يقول لي يا دكتور يوسف أنت طول النهار قاعد سالخ الوهابية، تقول الوهابية الوهابية الوهابية. ما هم دول اللي لقيناهم مصايب في زماننا. ما هو كان لو ايام المعتزلة كنا هنقعد نقول المعتزل المعتزل، المعتزل المعتزل، وهنروح احذر الناس من المعتزلة. لكن احنا اتولدنا لقينا المعتزلة ماتوا بقالهم قرون. لكن لقينا دول اللي قاعدين يرازوا في الناس، ويرازوا في نفسهم. فوجب عليك انك انت تحارب بدعتهم. وجب عليك. بس اذا امنت ايه؟ انك انت ما تكنش مجادل ولا مرائي. وبعدين تجادلهم بالتي هي احسن، وتبقى بتحبهم ما بتكرههمش، خد بالك لانهم مسلمين محترمين، ولانهم وقعوا فيما وقعوا فيه لانهم ظنوا ان هم عايزين يخدموا التوحيد ويمنعوا الشرك، فعنده حسن يعني نية، لكن الوسيلة بتاعته كان فيها خطأ كبير، واخد بالك؟ فانظر الى الميزة اللي فيه، انه مسلم وانه كان عنده حسن طوية وانه كان يريد ان هو يحمي حمى التوحيد وانه يعمل، تقوم تشفق عليه وتحبه وتحاول تستل من قلبه الحاجات اللي هي خليته عنده تميز، حاسس انه هو احسن من غيره، وانه هو فاهم وغيره مش فاهم، وانه هو موحد وغيره مشرك، وانه هو يسيء الظن بالناس، يقول لك ده جاهل يا عم، ايه عرفه حاجة؟ ده الجاهل ده يوضع سره في اضعف خلق. طب بص يا سيدي، حمار ستنا حليمة كان أضعف حمار في الركب وهو اللي شال النبي،
ايه رايك بقى؟ عشان تعرف بس يوضع ثروه على قلو يعني. كل الحمير الاقوياء عملت ايه؟ سبقت وخدت كل الابناء، والحمار الخيبان الغلبان اللي مش عارف يمشي، وستنا حليمه تقول له امشي مش عايز يمشي. امشي ارجوك، كل الستات هتاخد العيال مش هنلحق حاجه، مش عايز يمشي، خيبان ضعيف. يقوم يوصل في اخر ما يوصل ما يلاقوش الا سيدنا محمد. الله، ايه ده الحلاوه دي؟ يعني ربنا بيوضع. اما يجي الناس يقول لك بالمثل البلدي يوضع سره في اضعف خلقه، كلام صح فعلا. ما تستهونش بالضعيف ده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انكم تنصروا بضعفائكم، الا الضعيف ده. ده يمكن اللي مريض في البيت ومرمي ده وكل الاسره قاعده بتمرض فيه، يمكن كل الاسره بترزق عشانه، يمكن كل الاسره ربنا معافيها علشان، ما انت بتعرفش السر. تلاقيه يموت، بعد ما يموت تلاقي ده مش عارف يجرى له ايه، وده يسافر وبتاع وتتشكل، والاسره كلها تتفرق بعد ما كانوا مجتمعين يد واحده، كله اتفرق بسبب الضعيف الغلبان ده اللي كان قاعد مرمي في السرير. طيب الشال حائل اللي هي كانت عند ام معبد، كل الشياك قويه طلعت سرعه، ودي غلبانه عكفانه مريضه في ركن الخيمه. جاء سيدنا رسول الله، مين اللي شاف يعني اتحطت ايد النبي على اي شاه؟ على اضعف شاه. هي اضعف شاه ظهر فيها الكرامه كلها. حلبها صلى الله عليه وسلم وشرب منها، وشرب منها اللي معاه، وشرب منها وما اضعف شاه في الموجودين. اخيب واحد. سبحانه. فهي لما يجي يقول لك يوضع سره في اضعف خلقه، يعني ما تستهونش بخلق الله. شوف، ما تستهونش بخلق الله ابدا، لانها كلها مراتب تجليات عاليه. واديك شفت اهو، ده شاف رقعه جلد مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم. فما بالك الانسان اللي هو اقام الله بيده سبحانه وتعالى وجعله محط تجلياته واسجد له ملائكته، ازاي تحتقره؟ وازاي تظن في السوء؟ وازاي تكسر خاطره؟ عشان كده كسر خاطر المؤمن من الكبائر، ومن الامور الحسنات العظيمه عند الله انك تلقى اخاك بوجه طلق، بس انك انت تدخل السرور على قلب المسلم. كل الحاجات دي الجماعه الوهابيه ما يخشوا واخدين بالهم منها، صح؟ واقعين فيها. فمحرومين من ايه؟ من حلاوه في الدين عاليه وانوار عاليه. يجتهدوا لا يجدوا الانوار. فهمت ازاي؟ بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما عندوش الحته دي، ما بيحترمش خلق الله، ظن في نفسه الخصوصيه. لكن انت تحترم كل خلق الله، وتاخذ بيد الضعيف ترحمه، والكبير توقره. ولا والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ايه؟ كان يجل النعمه وان دقت. يجل النعمه وان دقت، يا يقول نعمه الادام الخل. هناكل ايه عندك يا ام هاني؟ تقول له ما عنديش الا كسرات خبز يا رسول الله. ده في صبيحه فتح مكه وهو منتصر صلى الله عليه وسلم، يعني يذبحوا له جمل، ايه ده؟ ده منتصر يا عم وعايز يفطر، وده امام عصره وكل عصر صلى الله عليه وسلم، عايز يفطر. تقوم تقول له ايه؟ كسرات خبز باقيين من عيالها كانوا قاعدين يكسروها بالليل ويريلوا عليه، كسرات خبز. طب ايه الغموس؟ قالت له ما فيش الا خل. يقوم يقول ايه؟ نعم، ولو طلب ان ياكل من الجنه لاكل. والله لو طلب ان ياكل من الجنه لاكل. حواري سيدنا عيسى ما اكلوا مائده من السماء، يعني كانت هتبقى صعبه؟ ولا صعبه ولا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل النعمه وان دقت، وكان لا يعيب طعاما قط، وكان ياكل وهو جالس على الارض ويقول اكل كما ياكل العبد، واشرب كما يشرب العبد، وكان لا ياكل على خوان، وكان لا ياكل مضطجعا صلى الله عليه وسلم، تواضعا مع نعم الله عز وجل. فكان فلينظر الانسان الى طعامه. انظر، تعرف تخلق ذره من اللي انت بتاكله؟ بتفتري ليه على خلق الله؟ اذا كان ده في كثره الخبز تحترمها، فما بالك الفرق بين الانسان وكثره الخبز ايه بقى في الكمال؟ اذا كنت انت كثره الخبز هتحترمها، تقوم تحتقر الانسان؟ يا خبر ابيض. شفت بقى سيدنا رسول الله نظرته للاكوان نظره عاليه، نظره كلها رحمه، رحمه للعالمين، الحيوان والجماد والطائر في السماء، وكله له حظ من قلب رحمه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال من ظن ان نفسه خير من نفس فرعون، يعني في المقال، يعني ما انت ما تعرفش ربنا هيختم لك بايه ولا هيختم لنا بايه. تعرف؟ هل انت تعرف ان ربنا هيختم لك بايه؟ قول لي كده، تعرف؟ ما حدش يعرف. وعلشان كده بيقول من ظن ان نفسه خير من نفس فرعون، يعني في المقال مش في الحال. في الحال انا افضل من فرعون طبعا، انا مؤمن بالله ورسوله، واخد بالك زي واحفظ قران وبصلي وايه ده، انا في الحال. لكن هو بيتكلم على المقال. انت تعرف المستقبل هيختم لك بايه؟ ما تعرفش. ده سيدنا رسول الله كان يقول اكثر دعاء النبي ايه؟ يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. ده ايه؟ دي حاجه تخوف لما النبي يقول كده. امال احنا نقول ايه لما سيدنا رسول الله يقول كده؟ امال احنا نقول ايه؟ يعني النبي كان ينظر للمقال. هتموت ازاي؟ هتموت لما هتموت هيبقى يعني هيحصل فتن ايه ساعة قبل الموت؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه من اجل عرض من الدنيا. يعني الواحد، وعشان كده ادي كلام الشيخ، من ظن ان نفسه خير من نفس فرعون فقد اظهر الكبر، يبقى مغرور، يبقى خلاص مغرور بقى، مغرور. وغركم بالله الغرور. ولكن المفروض ان الانسان يعبد الله مع كل لحظة مفتقر، مع كل لحظة خائف، راجي، خائف من الله، راجي انه ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. ليه؟ لانه ربنا خبأ عنك الغيب، ما تعرفوش. وقال مذ علمت ان للسلطان فراسة في الاشرار ما خرج خوف السلطان من قلبي. ممكن تحملها على السلطان اللي في الدنيا، وممكن تحملها على السلطان رب العالمين. يعني انت لما بتبقى واقف قدام وكيل النيابة وبيستجوبك وانت عامل جناية، هتحط عينك في عينه؟ ما انت خايف هيفقتك، ما انت لسه عامل الجريمة بره، وقبضوا عليك ودخلوك عند وكيل النيابة، وده بشر، وانت عارف ان وكيل النيابة ده من تعامله مع المجرمين عنده فراسة، من كل يوم قاعد يتعامل مع المجرمين، كل يوم بقى عنده فراسة، خلاص يخش له يعرف على طول من عينك كده، من بصة عينك، انت مجرم ولا مش مجرم؟ خدت بالك؟ ما عنده فراسة، فهتخاف منه ولا مش هتخاف؟ هتبقى مرعوب وانت داخل له ولا مش مرعوب؟ اذا كان ده المخلوق فما بال الخالق؟ فافهم، منذ ان علمت ان للسلطان فراسة في الاشرار، وهو عارف ان نفسه فيها شر، فهمت ازاي؟ ما زال خوف السلطان من قلب، خلاص يبقى خلاص تفضل خائف من السلطان، ولا سلطان فوق سلطانه سبحانه وتعالى، ولا فراسة فوق فراسته سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كنت أنت هتعمل كده مع المخلوق تخاف منه، يبقى تخاف من الخالق من باب أولى. وقال إذا رأيت سكرانا، يعني واحد في معصية ظاهرة اهو، في أظهر مني معصية، سكران ماشي بيتهز كده يقول أنا جدع، فتمايل لئلا تبغي عليه. تمايل يعني ايه؟ يعني ميل عنه، ابعد عنه، ما تضربوش على قفاه، يا مجرم ليه عملت كده يا مجرم؟ لا، ده انت تشفق عليه وخده كده لحد ما يفوق وطبطب عليه، واعمل معاه زي ما كان مراد بيه بيعمل، حبة 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 حبة، ممكن يتوب يبقى احسن منك، ممكن يتوب ويبقى ايه؟ اعلى منك قدرا، وممكن يبقى حقيقته في الآخرة وربنا مدخر له مقام أعلى من مقامك وأنت ما تعرفش، وممكن هو يتوب وبعد 5 6 سنين تقابله يبقى هو شيخك اللي يعلمك وياخد بإيدك، شوف قد إيه. فيبقى ما تفتريش عليه، يعني ما تفتريش عليه يا سيدي. سيدنا عمر بن الخطاب قبل الإسلام مش كان وقت بنته بإيده؟ وقت بنته بإيده. طب اللي يشوف سيدنا عمر وهو بيوقد بنته بايده ايه؟ هيقول للراجل ده مفتري، يا ساتر ده من اهل النار، صح ولا لا؟ لو شفته وهو بيوقد بنته كنت هتقول عليه ايه؟ ده من اهل النار.
لكن هو عند الله ايه؟ ده حاجه شغلانه. سيدنا عمر ده ايه ده؟ ده انت ما لما تقعد تتكلم ده الناس الفت في كتب ولحد دلوقتي ما حدش عارفه. سيدنا علي يقول عليه ايه؟ وشوف سيدنا علي بقى، سيدنا علي بقى لما يشكر في واحد يبقى ايه ده؟ سيدنا علي يقول له لقد اتعبت من بعدك يا عمر، لقد اتعبت من بعدك، لان ما حدش هيعرف يعمل اللي انت عملته. شوف سيدنا عمر ده اتفرج عليه وهو بيوقد الايه بنته، بيوقد بنته وبيسجد للصنم. اهو دي في اكتر من دي معصيه؟ ها؟ وكان لما يجوع ياكل كانوا يجيبوا عجوه يسجد ليه وبعدين لما يجوع ياكل. فشوف انت منظره هو كده، هو عايز الشيخ يلفت انتباهك انك انت انسان محصور في حاضرك، محصور في الحاضر اللي انت فيه بس، ما تعرفش بعد كده في ايه، لا فيك ولا في غيرك. فطالما انت كده يبقى خاف على مستقبلك ولا تحتقر احد وهو في حال المعصية لانك مش عارف مستقبله. فهمت المسألة بقى؟ هو عايز يدي لك المعنى ده، بس عايز يفهمك المعنى ده. مش معناه ترضى عن السكر، لا، معناه تشفق على السكران يعني العاصي. قد يكون السكران سكران في الدنيا، سكران بالدنيا، يعني الدنيا مالية قلبه، ماشي طول النهار واخد بالك ازاي، بيهتف بها بيعشقها. قد يكون هذا العشق مال، قد يكون هذا العشق منصب، قد يكون هذا العشق امرأة، قد يكون هذا العشق مظهر، اي مظهر من المظاهر، يبقى برضه سكران برضه، وان كان ماشي وسط الناس فاهمين انه فايق وهو والله سكران. فهمت؟ فاذا رأيت انسان في هذه الحالة يبقى تعمل ايه؟ تمايل، يعني تميل عنه، يعني حل عنه، ما تشمتش فيه، ما تفتكرش انك انت احسن منه، لكن المطلوب منك بظاهر الشريعة انك تنصحه وترفق به وتستره ولا تفضحه، هو ده اللي مطلوب منك، لكن لا تجزم انك انت احسن منه. اذا رأيت سكرانا فتمايل لئلا تبغي عليه فتبتلى بمثل ذلك. حتى الناس تملي يقول لك ما تعيبش الاحسن، ربنا يعافيني ويبتليك، مش الناس يقولوا كده؟ الناس العوام اللي ما دخلوش الازهر حتى ولا تعلموا، خبره الدنيا، خبره الدنيا علمتهم ان الانسان لما يعاير انسان لضعفه ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه ويقعده في نفس الموقف بخبره الواقع بغض النظر عن الدين قال له ايه. ايوه اتفضل. نعم. فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال عبد الله بن منازل قلت لأبي صالح أوصني، فقال إن استطعت ألا تغضب لشيء من الدنيا فافعل. يا دي مقام عالي، دي كلمات بسيطة لكن مقام عالي. انت معظم غضبك للدنيا، لكن النبي كان لا يغضب للدنيا أبدا، كان كل غضبه لله بس، لكن الدنيا غضب للدنيا صلى الله عليه وسلم أبدا. الصحابة كان غضبهم ما كانش للدنيا أبدا، وكان خلافهم ما كانش للدنيا أبدا، لكن احنا كل غضبنا وخلافنا للدنيا بس، ففرق كبير بين مقامنا ومقامهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجيله الواحد من دول وهو بيوزع الصدقات على الناس يقول له أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، ويشد من جبته الشريفة تعلم على عاتقه صلى الله عليه وسلم. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ ده بيدي للناس، بيشحتهم، جايين يشحتهم، يقوم يبص له كده وهو بيشد عاتقه يقول له اعطني فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك. ما هو بيكلمه بالحقيقه، المال مال الله. شوف النبي لما سمع الكلام انه موافق للحقيقه نفسه ما غضبتش، لانه لا يغضب لنفسه، لأن وجد ان كلام موافق للحقيقة صح، لكنه مخالف للأدب، مخالف للأدب، والأدب كان متعلق بشخصه، فتنازل عن شخصه لأمته لأنه رحمة للعالمين. فنظر إليه وابتسم وقال اعطوه وزودوه، لحد ما الراجل خد الزيادة وابتسم. حد يعرف يعمل كده؟ حد يعرف يعمل كده؟ ده انت لو بيديك مش من ماله، بيديك مالك، يعني بيناولك مالك انت بس، وبصلك بصة نص نص كده، يا ويله ده انت هتعمل فيه عمايل.
غضبك للدنيا، فما تخليش غضبك لامور الدنيا. تبقى راكب الاتوبيس الصبح ورايح شغلك، يدوس على رجلك في الزحمه، انت مش تفتح، هو ما هو مهما فتح وهيشوف، هو شايف، اعذره، الدنيا زحمه. يقوم يقول لك معلش حقك عليا، وكمان تقول لي معلش بعد ما هرست لي رجلي، وانت ما تعرفش انا مين، ويمسكه يديله. ليه يا سيدي؟ بالراحه، اعذر الناس، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فهمت؟ انا مش عارف انا مين. انت عبد الله يعني، هتبقى مين؟ عبد الله لا تملك لنفسك ضر ولا نفع، والله لو، وحتى لو راكب طيار، حتى لو راكب صاروخ، عبد لله، مفتقر في كل حال. ومات صديق له وهو عند رأسه، كان حاضر سيدنا حمدون ابن احمد عند صديقه وكان بيموت، فمات وهو قاعد جنب رأسه. فلما مات اطفأ حمدون السراج، فقالوا له في مثل هذا الوقت يزاد في السراج الدهن. ده لما يحصل وفاة احنا بنولع وننور وبتاع عشان كل الناس تيجي تصوت وتولول ويجوا يعملوا شغل، فبتطفي السراج. فقال لهم الى هذا الوقت كان الدهن له، ومن هذا الوقت صار الدهن للورث. يبقى احساسهم عالي، احساس عالي. مش تبقى انت في شغلك تستعمل التليفون المحمول بتاع الشغل تتكلم بفترة، انما لو المحمول بتاعك والكارت تدي رنة وتقفل صح؟ انما المحمول بتاع الشغل ولا ايه ده بتاع المصلحة، مكنة التصوير بتاع المصلحة، صور يا عم اللي انت عايزه، 100 ورقة واقطع وارمي ودوس على الورق. ما هو مال، مال عام بقى، مال عام. والمال العام أخطر من مال اليتامى. المال العام أخطر من مال اليتامى. لأن اليتامى، اليتيم أنت عارفه، تروح تستسمحه وخلاص. إنما أنت هتعرف تستسمح 60 مليون مصري؟ في منهم كم يتيم؟ ده شغلانة كبيرة. هيجيبوك في التلفزيون تقول يا جماعة يا جميع يا مصريين يا قوم سامحوني علشان أنا ضيعت أموالكم. طب وهل تضمن إن بعضهم هيسامحك حتى لو عملت كده وجمعتهم وأنت وقفت كده في التلفزيون وقلت لهم؟ هتضمن إن يسامحوك ولا هيقطعوك لو شافوك ماشي من أنت؟ هو ده الراجل اللي كان في التلفزيون امبارح بيقول كلت أموالكم، أتوه صح؟ مش هيسامحوك. فالمال العام أخطر من مال اليتيم. لأن اليتيم أنت تعرف عنوانه، ممكن تروح له بعد ما يكبر كده وبتاع تقول له معلش أنا ظلمتك وخدت منك كذا وأنت صغير وسامحني، وأنا دلوقتي مزنوق مش عارف أرده لك، سامحني الله يكرمك، وتبوس على دماغه هيقول لك يا عم سامحني، صح ولا لا؟ لو ما سامحكش قول له خلاص يا سيدي أنا هسدد لك أقساط وخلاص، هنعمل لك أقساط، كل ما يجي لي فلوس هرد لك فلوس بالأقساط. يعني في هات وخد، يعني تقدر تعمل محاورات معاه. انما المال العام تعرف تعمل محاورات معاه؟ هتعمل مع مين؟ هو يملكه حد؟ لا يملكه لا رئيس الدوله ولا رئيس الوزاره ولا الوزير، ما يملكوش حد. فاشمعنى انت بقى في التليفون بتاع الشغل شغال؟ الو هتطبخي لنا ايه النهارده؟ وبعد شويه الو يكلم صاحبه، حتى لو مكالمه ملهاش لازمه، ما هو بقى مال سايب، مال سايب واشتغل. وده اللي ضيع بفلوس بلدنا، بلدنا من اغنى بلاد العالم، ولكن إساءة استخدام الموارد اللي فيها، وكل واحد يستخدمها بطريقة مش مظبوطة، انبنى عليها الفقر اللي انت شايفه في وسط الناس الغلابة دي كلها، مع ان بلادنا دي اغنى بلاد في العالم، دي معروفة، معروفة مصر دي معروفة اغنى بلد في العالم، ولو ما كانتش اغنى بلد في العالم ما كانتش تتحمل السرقة قرون طويلة، وتفضل زي ما هي ماشية كده، ماشية ببركة الله ورسوله. فخد بالك لازم يبقى، شوف اهو ده 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 كان ميت، مات خلاص طفى السراج، قال لهم اصل دي فلوس الورثه وانا ما اعرفش الورثه موافقين عليها ولا لا، اتصرف انا فيها. فهمت؟ حس، لانه بقى هو اللي مسؤول. يجوا الورثه يقولوا له ليه انت ولعت ده كله وجبت الدهن ده كله، ده ثمنه 3 دينار وهو اصلا مش سايب الا 5 دينار. طب ما ال 3 دينار دي كنا جهزناه بيه، كنا كفلناه بيه. فشوف انت المقياس. وقال حمدون من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات الرجال. طبعا
شوف انت بقى القصص دي تعرف انت قد ايه انت متخلف، يا متخلف انت وهو، وانا معاكم اولكم. وادي ميزه القراءه، ميزه القراءه في سير الصالحين، واخد بالك ازاي؟ انك انت فعلا بتعرف انت فين وهم الناس دي فين. عشان ما تفتكرش انك انت يعني عشان النهارده صليت الفجر جماعه في الجامع يعني، وامبارح قريت لك جزء قران وصرت الكهف وصليت على النبي 1000 مره بقيت والي يعني. لا، ده انت لسه بدري عليه. مش انت بس، كلنا يعني. انا بتكلم انت يعني نفسي. ايه مش انت يعني، انتوا على راسي. انا بكلم نفسي. اخرسي يا نفسي. ده انك انت تدرك بس انك انت فين وهم في حته مش تعرفهاش. وقال لا تفشي على احد ما تحب ان يكون مستورا منك. يعني عامل الناس حب لاخيك ما تحب لنفسك، بس شوف جابها لك ايه؟ بحاجه هو عايشها. ما هو اصل شوف العارفين دول ميزتهم ان هو يترجم لك الشرع الشريف بس بالفاظ جديده هو عاشها بقى. عشان كده يقول لك كلام تحس ان هو مش بيقول لك حديث ولا ايه، ده بيقول لك كلام كده، لكن الكلام تلاقيه جاي من الحديث والايه، لكن هو عايشه، هو كان عشان عايشه اختاره. فانت دلوقتي لا ما تقولش حاجه عن انسان انت لو انت هذا الانسان ما تحبش الناس تعرفه عنك. شوف ادي معنى الكلام، يعني حب لاخيك ما تحب لنفسك. عايز لنفسك الستر في الحاله في النقص، يبقى استر اخيك وهو في حاله النقص. عايز لنفسك الستر وانت في حال العيب، يبقى استر اخيك وهو في حال العيب. خدت بالك؟ لازم كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالها لك بطريقه جميله اسهل من الفاظ سيدنا حمدون، عشان تعرف ان الفاظ النبوة اعلى، وفرق بين الفاظ النبوة وبين الفاظ العارفين فرق كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ حب لاخيك ما تحب لنفسك. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ هي نفس المعنى. لا تفشي على احد ما تحب ان يكون مستورا منك. يعني مفيش داعي بقى تقعد طول النهار تجيب سير الناس، كلهم عايزين يكلمون. ونقف على قصة سيدنا الإمام الجنيد، أو الكلمات مش قصة، ده سيدنا الإمام الجنيد ده بحر لا ساحل له. ها؟ إنه يحب المدح من العام، علامات حب الظهور. بيسأل بيقول لو واحد عايز يعرف هو بيحب الظهور والشهرة ولا لا، أن يكون يحب المدح من العامة. من أحب المدح من العامة يبقى عنده حب ظهور، يبقى عليه يكثر من الصيام وقيام الليل، ويخلي ظهوره مع الناس بغير كلام، عشان إيه؟ ما يعجبش أزيد والناس تعجب بيه أكتر، تقوم تغذي فيه الحتة دي لحد ما ربنا يربيه. ويعرف كمان إن الفضل من الله فينسب الفضل إلى الله. هي المرايه ليها فضل في الصوره اللي ظهرت فيها؟ ما انت مرايه يا اخي للتصرفات الالهيه، انت مرايه للتصرفات الالهيه. ايه الفضل اللي فيك يعني؟ غايه ما هناك ان ربك يتفضل فيظهر فيك التصرفات. فهمت ازاي؟ فيجعلك مظهر للشؤون وهو مصدر الشؤون، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ففي مظهر الشؤون ومصدر الشؤون. مصدر الشؤون هو الله، ومظهر الشؤون هي مرآة الأكوان. فأنت إذا كنت مرآة خلاص، فكلما ظهرت فيك شؤون حمدت الله، لأن الله جعلك مظهرا للشؤون ولم تنسبها لنفسك بل تنسبها لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.